قال الصوفية يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور، ويستدلون بحديث أول ما خلق نور نبيك يا جابر. أولا الحديث ضعيف والعقيدة دي باطلة. النبي صلى الله عليه وسلم مع جلالة قدره وعلو مكانه وتفضيله على جميع البشر من النبيين وعلى جميع الخلق من الملائكة وغيرهم، هو مخلوق مما خلق منه بنو آدم. فربنا سبحانه وتعالى خلق بني آدم من تراب آدم عليه السلام، وذريته من سلالة من ماء مهين، ده ماء الرجل وماء المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال عنه: قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني في البشرية زيكم، يأكل كما نأكل، يشرب كما نشرب، يتزوج، يذهب إلى الأسواق، يمرض، غير من الأمور البشرية تجري عليه. قال يوحى إلي، ربنا فضلوا بالوحي وفضلوا بالمقام المحمود يوم القيامة، وفضلوا بأنه سيد ولد آدم في الدنيا، وفضلوا بميز وفضائل كثيرة جدا. وبالتالي كونك تقول نور، انت فضلته بشنو؟ عملت شنو؟ شنو اللي عملته؟ وهذا من الكذب، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوانا لو كان نورا ألم يضرب يوم أحد؟ شج النبي صلى الله عليه وسلم على راسه وكسرت رباعيته، السن الرابعة التحتانية السفلى اتكسرت. طيب في نور انت بتكسر فيه شيء؟ نور ضياء تضربه تكسر فيه شيء؟ والسيدة عائشة رضي الله عنها قالت، وكان يصلي في البيت، في البيت يصلي في بيته ذاته والحجرة ضيقة، قالت: فإذا سجد غمزني، يعني بيلكز بيده في جسمها عشان تزح عليه ويصلي. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، ما عندنا انوار، عشان كده هو ما شايفني، لما نيجي يسجد بيقوم بيزحها بيده. طيب لو كان نور بيحتاج هو يغمزها بيده؟ لو كان نور، وبيحتاج السيدة عائشة لما يجي يسجد هي حتى تزح رجلينا من قدامه أو نحوه؟ ده كله يا أخواننا من الجهل، ودي حماقة، وده من الغلو، غلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وغلو باطل. شكل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني، يعني ما تغلو، الغلو ما بجوز، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. يا أخي هو بيحب تقول له عبد، عبد الله ورسوله، لأنه ده مقام شريف، مقام شريف جدا، وربنا وصفه بأنه عبد في أشرف المقامات. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إلى المسجد، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، في أشرف المقامات ربنا سماه عبد من عبيده، وده مقام النبي صلى الله عليه وسلم يتشرف به، وربنا شرفه به. شنو يتشابكنا نور وذاك يقول شنو، والنبي يقول لك خط له خيط قدامه وجماشي، قالوا لو قطعوا معناها ما نور، ولو ما قطعوا معناها نور. ده شغل بتاع اللعب ساي، ده لعب. وفي صحابي باجي لك عشان تعرف الحديث ذاته كذب، في صحابي بخط له حبل قدام النبي عشان يعاين فيه، عشان يودعه، يعني حبل بطلع حبل قدام النبي صلى الله عليه وسلم، ده كله من سوء الادب يا اخواننا. صحابي ما بيعملوا حاجه زي دي. على اي حال ده كله من الجهل بتاع القوم ديل، ابعد رقبتك منهم، واعبد الله على الكتاب والسنه على فهم سلف الامه. نلتقي ان شاء الله.